تحياتنا لكاع الناس اللي كيتبعونا عبر المباشر. صباح الخير عليكم، نتمنى لكم انكم تكونوا على خير ان شاء الله. صباح النور، صباح الخير خويا رشيد. هاد البلاصه غاندي في الدار البيضاء، كنتي كتعرف غاندي قريبه للمعارف، وسط المدينه. يعني مرحبا بالناس اللي كيتبعونا. غاندي مع بوسيلور، الطريق الجديده روداني. المهم تحياتنا لكم نتوما اللي كتبعونا في هذا الصباح. الخير لكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. موحى صباح الخير. السلام رضا، السلام خويا رضا. تحياتنا لجميع الناس، نتمنى ان شاء الله انه النهار يكون جميل، شي زهور. عطونا رايكم في الموضوع اللي طرحنا معكم النقاش في هذا الصباح ديال الحد او ديال السبت. شنو رايكم في المستوى ديال البطوله الاحترافيه من بعد العوده، فتره التوقف اللي دام تقريبا 3 شهور بسبب فيروس كورونا؟ تحية لكاع الناس اللي كيتبعونا في هاد اللايف. شكرا بزاف دريس، والله الا مازال بلا فطوره دريس. غنجي نفطر معاكم. فين كاين نتايا؟ يلاه نجي نفطر معاكم هكا دريس. نتمنى انه الناس تكونوا على خير. على المسلمة في طلب السموم من الجسم وإخراجها على شكل مع البول، وحماية الكليتين من مرض استسقاء الكلى، وهو عبارة عن تراكم السموم والماس. قريب لي انت جاري. شكرا السي ادريس الجبيري، ميرسي بوكو اخويا، ونهارك مبروك ان شاء الله. رجاء ولا ودادي بعدا. بونجور خويا دور سقراط. مليكه، تحياتي اختي مليكه. تحياتنا للناس سقراط، انت يا جارتي، تحياتنا ليك. كصبحتوا بعدا لاباس عليكم؟ صباح النور ياسين، صباح الخير خويا ياسين. وكذلك شرب الماء يحمي من التهابات البكتيرية التي قد تحصل في المسالك البولية ويمكن أن تؤدي إلى التهابات. تحياتنا ليك دريس. أعطيني رأيك في الموضوع اللي طرحناه، النقاش. رأيك في مستوى البطولة، نظرة للمستوى الفني، المستوى الكروي بعد التوقف ديالها اللي دات تقريبا واحد 3 شهور بسبب فيروس كورونا. هيبة صباح الخير. مليكة ديما راجعة، تحياتنا ليك مليكة. دريس ميرسي خويا، الله يوفقك تنساها ان شاء الله. ياسين ورجاوي. لما تقوم به من عمليات وظيفية لا تستقيم الحياة بدونها، لذا يجب المحافظة عليها باتباع كل هذه النصائح. الله يبارك لنا في جميع. نتمنى انه تكونوا على خير ان شاء الله في هذه الصبيحة، صبيحة السبت 5 سبتمبر. شكون اللي لانيفيرسير ديالو اليوم؟ قولوا له جويوز انيفيرسير. لا فرنسا، موحى، ميرسي بوكو موحى. فين ساكن في فرنسا نتايا؟ مرحبا بك خويا موحى، وتحياتي ليك وتحياتنا لكاع المغاربه المقيمين في فرنسا. دعوا معنا الله يجازيكم بخير، دعوا معنا الله ييسر لنا الامور في هذا الصباح في هذا النهار. ثانيا بوابات الخدمات العموميه، هذه البوابه هذه كتمكن المواطن من الاطلاع على كافه المعلومات اللي كتهم المصادر الاداريه والخدمات العموميه. ثالثا بوابات البيانات المكانيه للمناطق العموميه، هذه البوابه فيها قطاع باش تسهل الوصول ديال الناس كاع البلايص اللي فيها المناطق العموميه ديالنا، وكتقدم المعلومات الضروريه من اجل الاتصال مع المناطق. اسماعيل تحياتي، صباح الخير، الله ييسر لك، ميرسي بوكو مليكة، تحياتنا للناس اللي كيتبعونا، تحياتنا لكاع الناس الزوينين، الله ييسر ولا تعسر. ميرسي بوكو خويا ياسين على هاد الدعوة الزوينة، والله يوفقنا كاملين ان شاء الله في هاد الصبيحة، الله ييسر الامور، واللي مريض الله يشافيه مسكين، سواء بكورونا سواء بامراض اخرى، لانه ما ننساوش انه هاد كورونا نستعنا في العديد من الناس مساكن اللي عندهم امراض مزمنه يمكن صعيبه على كورونا، لانه كاين امراض تقتل ماشي في يومين ولا 3 ايام، ولكن كتقتلك على وقت طويل، وهذاك هو المرض الخايب والصعيب. نتمنوا لهم الشفاء ان شاء الله. ميرسي بوكو، تحياتنا للناس اللي تبعونا، ان شاء الله البطوله رجويه، تحياتنا لكل التوفيق للرجاء الرياضي في المسار ديالو. ميرسي بوكو.